هو لكي نكون موضوعيين يعني ونسمي الأسماء بمسمياتها حقيقة أخي محمد، رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يريدان الذهاب إلى أي مكان، يريدان فقط الثبات حتى الممات على هذه الكراسي. فبالتالي ما قاموا به خلال الفترة الماضية بعد مسألة 24 ديسمبر وفشل الانتخابات في هذا الموعد المحدد المضروب، يعني من خلال الاتفاق في جنيف ومن خلال بعثة الأمم المتحدة ومن خلال ما حصل خلال العام 21 بالكامل، كان هي محاولات من المجلس الأعلى للدولة بمعية مجلس النواب للحيود عن هذا المسار وتشتيت انتباه الليبيين إلى أن الإشكالية ليست مشكلة هذه الأجسام الجاثمة على المشهد السياسي الليبي، بل هي مسألة في أو مشكلة في الحكومة أو الجهاز التنفيذي الذي يشرف على المسألة الانتخابية. فبالتالي يعني هي النتيجة من نتائج أعمالهم حقيقة. يعني بداية قبل أن تذهب إلى النقطة الثانية أستاذ رمضان من عتيق، يعني اتفاق الصخيرات هو الذي مدد لهذين الجسمين وأعطاهما شرعية التوافق حول عديد التشريعات والسلطة التنفيذية بعد ذلك. إذا كنا نشكك في هذين الجسمين وفيه من يرى أصلا أنهما على النقيض، من الطرف الثالث الفاعل في المشهد اليوم الذي يمكن التعويل عليه حتى ينتج لنا التشريعات تذهب بنا إلى انتخابات تنهي كل هذه المرحلة؟ أخي محمد لا خالك تغفل بأن يعني ليس اتفاق الصخيرات فقط هو المنظم للمرحلة، يعني أعتقد أن ما حصل في جنيف جزء من الضوابط الحاكمة للدولة الليبية، يعني فبالتالي يعني حزمة التي جاءت بها الحكومة الوحدة مكمل الاتفاق السياسي أستاذ رمضان، حتى حوار جنيف كان فيه أطراف ممثلة من الأعلى للدولة والنواب 13-13 وهما تقريبا اللي كان لهما الكلمة الفصل في إنتاج حكومة الوحدة في نهاية المطاف. بالتالي أعتقد أنك تتفق معي بأن ما حصل في جنيف ملزم وأنها حزمة واحدة لابد من تنفيذها، لابد من إنجاز قاعدة دستورية قبل شهر يوليو في 21، وهذا ما لم يتحقق. يعني قرارات مجلس الأمن المنظمة أيضا أو الواصفة لما حصل في جنيف والمتضمنة لها تحدثت عن هذه القاعدة الدستورية والتي لم يكتب لها أن تنجز. فبالتالي يعني المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية هي جزء من هذا المشهد. طيب بما أنك تحدث عن الرئاسي، هل هناك مسار مثلا مطروح لأن يشكل الرئاسي أو يدير الرئاسي هذا المسار التنفيذي وهو الذي يكون مشرف على هذه الحكومة؟ هل هذا الأمر لو تم تتوقع أنه يلقى قبول، وهل هو ممكن أصلا الحدوث؟ هو مسار مطروح، ليس مسارا مطروحا، ولكن كمقترحات الكثير من المقترحات يعني تتحدث يمنة ويسرى، ولكن ولعل أحدها اطلاع المجلس الرئاسي وقد يكون فيه الحل. أنا شخصيا أرى بأن الأجسام الثابتة خلال أو التي سوف تخرج من هذه الأزمة وتمر إلى المرحلة المقبلة أهمها جثمان، هما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ثم المجلس الرئاسي، ما عداها أعتقد أنها ليست لها أي قوة للثبات حتى تمضي إلى المرحلة المقبلة. لا أتحدث هنا عن مجلس الدولة والمجلس النواب. أعتقد بأن يوم 20 في القاهرة من هذا الشهر 20 في هذا الشهر أعتقد هنا هو الأجل المحدد المضروب للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، وهذا أعتقد أنه بعيد المنال رغم التصريحات. لأننا لو نقرأ ما بين السطور في تصريحات ستيفاني ويليامز بأن البعثة المتحدة حتى الآن تحاول أن توجد التوافق، هذا يعني بأنه حتى الساعة لا يوجد توافق حقيقة. فبالتالي أن يوم 20 أتوقع بأن ستيفاني ويليامز سوف تعلن عن الخطة ب